السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة خاصة للعرض الترويجي لقاعدة بيانات لمركز الموهوبين. تعال نشوف مع بعض القاعدة دي بتشتغل إزاي وطرق التعامل معها. في البداية أنا بفتح قاعدة البيانات، ولازم تكون على سطح المكتب أو في مجلد داخل سطح المكتب، يعني ما ينفعش أحط قاعدة البيانات في الدي أو الإي أو السي نفسها، لازم تكون على سطح المكتب علشان الأكواد تشتغل معايا بشكل مناسب. بفتح قاعدة البيانات وتظهر معايا بهذا الشكل. بكتب هنا اسم المستخدم، طبعا أنا لسه ما عنديش أي مستخدم وما عنديش أي رمز مرور، فبالتالي عايز أنشئ مستخدم جديد. إزاي أعمل الكلام ده؟ بكتب كلمة change ورمز المرور أيضا نفس اسم المستخدم change، واعمل دخول. بتفتح لي الصفحة دي، ممكن فيها اعدل كلمة السر او اضيف مستخدم جديد او اعدل على اسم المستخدم الحالي. انا بختار اضافة مستخدم جديد، بيديني هل لديك تصريح دخول لهذا المحتوى، بضغط رقم واحد واقول له اوكي. بيفتح لي الصفحة دي، بكتب اسم المستخدم وليكن مثلا عبده، رمز المرور وليكن رقم واحد. انا بدخل في القسم رقم افتراضي اللي هو رقم واحد، وده طبعا مهم علشان اسم المستخدم يشتغل معايا بشكل صحيح. اسم المركز اللي بينتمي لي اسم المستخدم عبده، وليكن مثلا مركز بدر المستقبل. شعار المركز بيكون عبارة عن ملف مرفق، صورة، المحتوى بتاعها او يعني الحجم بتاعها او الريزوليوشن يعني المقاس بتاع الصورة. يفضل انه يكون بداية من 256 في 256 واقل من ذلك، يعني معاك 128 في 128 و56 في 56 و50 في 50 و64 في 64. انا مثلا بضيف اتاتشمنت جديدة، وليكن مثلا علامة السكايب. ألاحظ إنه السكايب دي أساسا العرض بتاعها 128 في 128، وأضغط أوبن وأوكي. كده تم إضافة الصورة. أضغط حفظ وعودة لحفظ هذا المستخدم أو إضافة مستخدم آخر. أنا بضغط حفظ وعودة، بيديني تأكيد لحفظ السجل، أضغط يس. بعد كده أضغط عودة وأدخل اسم المستخدم عبده ورمز المرور واحد، وأضغط دخول. تظل رسالة ترحيبية، أهلا بك سعادة المدير عبده، وافق عليها بالضغط على أوكي. بتفتح لي الشاشة بهذا الشكل. لو أنا عايز أكبر الشاشة دبل كليك بهذا الشكل يتم تكبير الشاشة، أو ممكن أتعامل معها بهذا الشكل المصغر. طبعا هنا عندي اسم المركز ظهر تلقائيا معايا في الشاشة بدر المستقبل، واللوجو الخاص بالمركز ظهر معايا برضو في أعلى يمين الشاشة. الشاشة بتاعتي منقسمة ثلاثة أقسام. القسم الأول خاص بالبيانات الأساسية زي بيانات ولي الأمر وبيانات الطالب، بيانات المعلم، بيانات المدرسة، بيانات الإداري، بيانات المركز. وجزء آخر خاص بالاستعلامات والتقارير والإحصائيات وتعديل البيانات والبحث واستيراد وتصدير قاعدة البيانات وعمل نسخة احتياطية من قاعدة البيانات. الجزء الأخير خاص بإنجازات الطالب والبرامج المنفذة والمقاييس المنفذة. هنشوف كل نموذج من دول وهنشوف نتعامل معاه إزاي. الأول لازم أدخل البيانات بالترتيب، يعني لازم أدخل بيانات ولي الأمر قبل أن أبدأ بإدخال بيانات الطالب. فأقوم بإدخال بيانات ولي الأمر بهذا الشكل. تفتح معايا الشاشة دي. الرقم الوطني لولي الأمر وليكن مثلا 1 2 3 4 5 6 بهذا الشكل. المهنة وليكن مثلا طبيب. الاسم مثلا محمد علي أحمد حسن. هاتف العمل مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. الجوال بلاش واحد، الجوال مثلا 0 10 66 99 55 92. عنوان العمل مثلا سوهاج المنشاة وليكن. البريد الإلكتروني مثلا احمد@gmail.com. لاحظ عندك بتظهر الايكون دي اللي هي التاج اكشن. لو انت حبيت تبعت ايميل لولي الامر تضغط عليها وبتضغط سند ميل، بيفتح لك برنامج اوتلوك ومن خلالها تستطيع اضافة الايميل.
اضغط حفظ وجديد لو انا عايز اضيف او السابق لعرض البيانات السابقة. عودة للرئيسية، طبعا هنا طبعا ده اضافة صورة لولي الامر. عودة للرئيسية، بعد كده بيانات الطالب، الرقم الوطني للطالب وليكن مثلا 9 8 7 4 5 6، الجنس ذكر، الاسم الاول حسين، الجنسية وليكن مصرية، اسم الاب حسن، تاريخ الميلاد مثلا 10/11/1991، اسم الجد حسان، مكان الميلاد مصر، اسم العائلة حسنين. يلا كلهم زي بعض. بعد كده اسم ولي الأمر، بيظهر لك عندك جميع أولياء الأمور اللي انت ضفتهم سابقا في نموذج إضافة ولي الأمر بهذا الشكل، من ضمنهم مثلا محمد علي احمد حسن اللي احنا ضفناه. طب لا انا عندي مثلا عايز اضيف ولي امر جديد، بضغط على الايقونة اضافة ولي امر علشان خاطر ان انا اضيف ولي امر جديد، بتحولني الى الشاشة السابقة. انا بختار مثلا اسم ولي الامر محمد علي احمد حسن، صلة القرابة وليكن مثلا اب لا طبعا اب مش هتنفع، وليكن مثلا وصي قانوني. تمام. بعد كده انا بدخل طبعا صورة الطالب عبارة عن اتاتشمنت مرفق، عدد افراد الاسرة، بدخل بيانات عادية 5، عدد الذكور 6، عدد الاخوة ازاي عدد افراد الاسرة 5، عدد الاخوة الذكور 1 وليكن مثلا عدد الاخوة الاناث 4، ترتيب الطالب في الاسرة مثلا الثاني، المستوى التعليمي للاب دكتوراه، المستوى التعليمي للام بكالوريوس، هل يوجد مشاكل أسرية؟ لو ضغطنا مثلا كده وحددنا بعض المشاكل مفيش أي مشكلة، مثلا إيه مشكلات اجتماعية وأضغط حفظ. ممكن برضو أغير في عنوان الطالب وهاتف المنزل والملاحظات وفي الحالة الصحية، ممكن ضعيفة متوسطة أو مرض مزمن واسم الطبيب وهاتف الطبيب، الاحتياجات الخاصة. طبعا هنا المفروض بيكون عندي قائمة منسدلة فيها الاحتياجات الخاصة والإجراءات المنفذة. هنشوف المشكلة دي. اسم المدرسة، طبعا المدرسة المفروض ان انا بضيف المدارس قبل ان اقوم بإضافة بيانات الطالب الشخصية. النظام المتبع، محل بريطاني امريكي، الصف عندي من اول الروضة الى الثالث الثانوي، الشعبة، تاريخ الالتحاق بالمدرسة، تاريخ المراحل الدراسية، النسبة المئوية للمعدل وليكن مثلا 20، التقدير ممتاز جيد جدا مقبول، الفصل الدراسي الأول الثاني، مجال تميز الطالب برضو عايزة تضاف، الغياب هنا بكتب تاريخ الغياب، نوع الغياب مبرر أو غير مبرر، اسم البرنامج، طبعا البرامج دي ثابتة معايا ممكن تتغير فيما بعد. دي شاشة بيانات الطالب الشخصية. بضغط حفظ واروح لعودة للرئيسية، او ممكن ارجع السابق لو انا عايز اجيب بقية البيانات بهذا الشكل. طبعا هنا موجود عندي الفنون البصرية والادائية والقدرات النفس الحركية والقدرة على القيادة وتفكير ابتكاري او انتاجي. طبعا برضو موجود عندي في على الاحتياجات الخاصة، مفيش هنا مش عندوش اي احتياجات خاصة. السابق مثلا، السابق ده مثلا اهو في عنده احتياجات خاصة، حساسية مفرطة وضعف التركيز، ارشاد اجتماعي وانفعالي. عودة للرئيسية، دي بيانات الطالب. بعد كده ممكن تدخل بيانات المدرسة، بس هنبدأ ببيانات المعلم، رقم المعلم الوطني، نوع الإنجاز واسم المعلم، عدد سنوات الخبرة، اسم المشرف، الحالة الاجتماعية، التخصص، الوظيفة، المواد التي يدرسها في المدرسة، وبقية البيانات وإذا كان يوجد دورات سابقة، البرامج التي يقدمها للموهوبين. طبعا بختار اسم البرنامج ووصف البرنامج، أعمل السابق، بتشوف طبعا البيانات نفس الفكرة هنا، لو أنت عايز تبعت له إيميل بتبعت له مفيش أي مشكلة. برضو لو حبيت تبحث ممكن تعمل بحث
بهذا الشكل. تضغط هنا find what، يعني انت عايز تبحث عن ايه، whole field يعني في كل الحقل، ولا any part of field. يفضل انك تعمل any part of field عشان يبحث في اي جزء في الحقل. وانا بعمل search في كل مكان او الى الاعلى او الى الاسفل، ببحث هنا مثلا عن مين، عن صهيب او مثلا عن محمد او احمد، واضغط find next. مفيش حد بالاسم ده. طيب احمد برضو مفيش حد. طيب صهيب اهو، علمني على الصهيب يعني موجود صهيب. طيب في تاني صهيب؟ مفيش. تمام، بعمل عودة للرئيسية، بدخل بيانات المدرسة، اسم المدرسة وهاتف المدرسة، عدد الطلاب في المدرسة، عدد الطلبة الموهوبين، أقل صف، أعلى صف، المنطقة التي تقع فيها المدرسة. طبعا دي بيانات مدارس سابقة. بيانات الإداريين، الرقم الوزاري والتخصص والاسم الثلاثي والمؤهل التربوي والجنس والوظيفة والحالة الاجتماعية وعدد سنوات الخبرة. طبعا رقم الجوال واسم الدورة والبريد الإلكتروني وعنوان السكن وخلافه. عودة للرئيسية، بيانات المركز، بدخل اسم المركز ونوع المركز، حكومي ولا خاص ولا غير ربحي، والإنجازات التي حصل عليها المركز والجهة المطلوبة والتاريخ، مثلا عندي بدر، الحياة، وهكذا. بعد كده عندي في الإحصائيات، بعرف عدد الطلاب بالضغط على عدد الطلاب، العدد الإجمالي هو 16، عدد المعلمون العدد الإجمالي هو 3، عدد الهيئة الإدارية العدد الإجمالي هو 3، عدد أولياء الأمور العدد الإجمالي هو 17. عودة للرئيسية، تعديل البيانات، لو أنا حبيت أعدل مثلا على الإنجازات بأضيف أو أعدل على أي إنجاز، لو أنا عايز أرجع للشاشة السابقة أو الشاشة الرئيسية. تعديل بيانات مثلا البرامج المنفذة نفس الفكرة، أضغط عودة. تعديل المقاييس المنفذة برضو، لو أنا عايز أضيف مقاييس أو أعدل في اسم مقياس معين. بعد كده عودة للرئيسية، في عندي هنا بحث، محرك بحث بسيط ولكنه قوي. لو أنا عايز أبحث عن طالب معين، بختار الطالب بتاعي وليكن مثلا حسن حسين اللي احنا ضفناه، وأضغط على علامة النموذج. بيتم فتح شاشة بيانات الطالب الخاصة بهذا الشخص، وأقوم بإغلاقها من علامة الإغلاق. طيب لو انا عايز ابحث عن انجازات طالب معين وليكن مثلا منار حاتم، اضغط على علامة النموذج، يقوم بفتح انجازات الطالب الخاصة بالرقم الوطني، هنا 65 وهنا بينتهي ب65، وهنا طبعا الانجازات الخاصة بالطالب. مثلا طالب اخر اسماعيل بهذا الشكل. بحث برنامج، انا مثلا عايز ابحث عن حمزة احمد، اخره 89، بيظهر له الاسم حمزة احمد، بيديني البرامج المنفذة. عايز ابحث بمقياس طالب وليكن مثلا رندا سيد فهمي، بتفتح لي المقاييس المنفذة على الطالب بهذا الشكل، نوع السمة السلوكية واسم السمة الاساسية وتقييم السمة الفرعية. ويعني ده مجرد بحث، انا مش هعدل البيانات من هنا خالص، انا بس بشوف الطالب ده واخد ايه وحصل على ايه، انا مش هعدل اي شيء هنا لانه التعديل له نموذج خاص بيه. بعد كده لو انا مش عارف الرقم الوطني الخاص بالطالب، يعني افتراضا مثلا انا عندي 1000 طالب، هل معقول ان انا انزل بالقائمة لحد ما اجمع اسم الطالب؟ لا، انا مثلا ببحث عن طالب رقمه 9874 56، فبضغط على معرفة الرقم الوطني. انا الطالب معرفش رقمه الوطني، فانا عايز اعرفه من خلال اسمه، وليكن مثلا الطالب كان اسمه ايه، كان اسمه حسين حسن، فانا ممكن اكتب حسين، هيظهر لكل الطلاب اللي اسمهم بيبدأ بحسين، اضغط اوكي، قال لي حسين حسن حسان حسنين، الرقم الوطني 9874 56، الجنسية ذكر، الجنس ذكر، الجنسية مصري، تاريخ الميلاد. اقوم باغلاق النموذج واضغط عودة للرئيسية. في بعد كده عندي تقارير واستعلامات عن مثلا الاحتياجات الخاصة والتحصيل الاكاديمي وبقية التقارير، هنستعرضها في النهاية. عندي بعد كده التصدير والاستيراد، لو انا عايز اعمل استيراد من الاكسل، بضغط علشان افتح ملف الاكسل،
او اصدر الى الاكسل بصيغة معينة، او ممكن باصدارات اقدم. عودة للرئيسية، طبعا في التصدير والاستيراد يشترط نفس تنسيق البيانات ونفس محتواها. يعني لو انا عامل قائمة منسدلة لازم اكتب نفس الكلام المكتوب في القائمة المنسدلة. انجازات الطالب، هنا مثلا الرقم الوطني للطالب، بضغط شارك في مسابقة، نوع المسابقة، اسم المسابقة، نوع التكريم. لو انا عايز اضيف مسابقة جديدة بضغط اضافة مسابقة وادخل اسم طبعا ده سجل جديد لكن في مسابقات سابقة، بكتب اسم المسابقة الجديدة واضغط تحديث علشان يتم تحديث اسم المسابقة عندي. طبعا هنا بختار نوع الانجاز وتاريخ التنفيذ واسم المشرف وبقية البيانات. يعني مثلا لو عملنا السابق بيظهر لي اشخاص شاركوا في مسابقات بهذا الشكل. عودة للرئيسية، البرامج المنفذة، بختار اسم الطالب واذا كان تم تسريع الطالب اكاديميا وما هو نوع التسريع ونوع البرنامج وتاريخ الالتحاق ودرجة الاتقان. مثلا السابق تم تسريع بعض الطلبة بهذا الشكل. عودة للرئيسية، المقاييس المنفذة، ده اللي هو اللي قلت لكم ان احنا بنعدل من خلاله. هنا عندي رقم الطالب وليكن مثلا حسين حسن، نوع السمة السلوكية وليكن مثلا يتصف بالحزم والمغامرة، اسم السمة الأساسية دافعية، التقييم وليكن مثلا واخد فيها 4. مثلا عندي شيء تاني وليكن برضو دافعية، مثلا يهتم بأمور الكبار واخد فيها مثلا 2، وواخد مثلا في سمة تعليمية واخد فيها 3. طبعا هنا بختار اسم المقياس وليكن المقياس صفات دافعية. عايز اعرف نتيجة الطالب في المجموعة الدافعية، المفروض انه 4 و2 يساوي 6، بس طبعا انا مش هفضل احسب المجموع للسمات، فانا بضغط على هذا المربع على اختار انه السمة المعينة اللي يقوم بحساب الاجمالي. فمثلا السمة الدافعية لهذا الطالب التقييم هو 6، فبكتب هنا 6 وبكتب تاريخ التنفيذ واسم المشروع وهكذا. وليكن مثلا انا هختار الصفة التعليمية، قال لي التقييم هو 3، القيادية التقييم هو 0، الدافعية التقييم 6، الابداعية التقييم 0. اضغط حفظ واختار جديد او التالي او السابق، او ممكن ابحث عن اسم معين وليكن مثلا حسين، واضغط فايند نيكست. طبعا هنا لازم اختار الرقم الوطني، طبعا لازم ابحث بالرقم الوطني، طالما انا هبحث يبقى لازم ابحث بالرقم الوطني اللي هو كان 9 8 7 6 5 4 على ما اعتقد، يعني مش هو، نشوفه. طيب من هنا 9 4 9 8 7 4 5 6، 9 8 9 8 7 4 5 6. فايند نيكست، ظهر لي الطالب والدرجات بتاعته. عودة للرئيسية، التقارير، مثلا عايز اعرف التقارير الاحتياجات الخاصة، اضغط عليه بدخل بداية الفترة وليكن مثلا من 1/1/2015 الى 1/1/2016 واضغط اوكي، يظهر لي البيانات. طبعا ممكن اوسع التقرير بهذا الشكل. الرقم الوطني للطالب والاسم الاول واسم الاب واسم العائلة وتاريخ الميلاد ونوع الاحتياجات والاجراءات المنفذة بهذا الشكل. التحصيل الاكاديمي نفس الفكرة، 1/1/2010، 1/1 مثلا 2016 بيظهر لي البيانات بهذا الشكل. طبعا متجمعين على حسب اسم المدرسة وعلى حسب الصف الخاص بهم وهكذا بقية البيانات. وليكن مثلا المراكز، في مشكلة في المراكز، الهيئة الإدارية، المقاييس المنفذة، الحالة الصحية، قائمة الاتصال بالطلبة، برنامج الطلبة وفق المرحلة فيها برضو فترة، تقييم السمة السلوكية وليكن مثلا 9 8 7 4 5 6. اوكي، بيقول لي الطالب حسين حسن تعليمية يحلل الوقائع والدرجة بتاعته. الغياب، عايز فترة برضو، اولياء الامور، ده نموذج اولياء الامور. عودة للرئيسية،
نسخ قاعدة البيانات. علشان اخد نسخة احتياطية من قاعدة البيانات بضغط دبل كليك، يعني نقرتين مزدوجتين على الصورة. بعمل يعني يس علشان اختار او احدد المكان اللي انا هحفظ في قاعدة البيانات، احفظه مثلا في مجلد اسمه الـ ICDL، واضغط اوكي. كده تم اخذ نسخة احتياطية من قاعدة البيانات. طبعا هعدل بعض الاخطاء اللي كانت موجودة، وان شاء الله القاكم في حلقة قادمة.